الورقة دي مهمة جدا، الورقة دي يعني مهمة جدا وسربت لكل الجهات وتعني الكثير. ماذا تقول هذه الورقة؟ وماذا تقول هذه المدونة؟ ويجب على كل ذي مصلحة أو شأن أن يتظلم من القرار الخاص من قبل اللجنة الأولمبية. بعتوا لي حد بس ردا على الأستاذ اللي سألني، قال لي 15 يوم التظلم أو الاستئناف، فقالي من اللجنة الأولمبية هذا النص. ويجب على كل ذي مصلحة أو شأن أن يتظلم من القرار خلال أسبوع من تاريخ إخطاره أمام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، ويعتبر مرور فترة 30 يوم من تاريخ تقديم التظلم دون إبداء قرار فيه بمثابة رفض الله. يعني هنا حدد جزئيتين، إنك أنت خلال أسبوع انتهى الأربعاء الساعة 4 المهلة التي جاءت ونص عليها هذه المدونة. طيب لو قدم الالتماس، طبعا ما قدمش، بس لو قدم 30 يوم لو ما تردش عليه يبقى هو والعدم سواء وكأنه رفض. واخد بالك انت؟ اهو قال لك ايه، وبعد كده يجوز الطعن في مركز التسوية والتحكيم، لكن هو فوت الفرصة الأولى فأصبحت حظوظه في موضوع التسوية والتحكيم حظوظ باطلة، حظوظ باطلة. يا ابني أنا من أول اللايف الحمد لله هادي جدا، وبتكلم باحترام، لا شتمت حد يا حبيبي عشان تشتمني، ولا تعرضت نادي الزمالك نادي كبير، وندعم الفريق في المغرب وربنا يوفقهم امام الرجاء يوم الحد، وكل الدعم لفريق الكوره وللجهاز الفني، وجمهور الزمالك عظيم واحنا في ظهره، والناس لسه مقابلاني في الشارع بتشكرني، والناس بتتصور معانا واحنا ماشيين. يا ابني انا ما عملتش حاجه عشان انت تشتمني، انا بالعكس النهارده هادي جدا ورافض الخروج عن النص. انا النهارده بتكلم في منتهى الهدوء لاني تاكدت بما لا يدع مجال للشك أن الانفعال ليس له ليس له أي لازمة بعد أن تأكدت أنه انتهى. أنا بقول لك إن تأكدت أنه انتهى فلا تقل أن الوزير لم يطبق القرارات، ولكن قل هو بيماطل في تطبيق اختصاصاته، لكن القرار خلاص انتهى وراح. بس دي للأخ اللي قال لي الطعن خلال أسبوع. طيب خليني أروح للأستاذ محمد مهدي ونشوف ملف قناة الزمالك وتحويله إلى إلى الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لأن ده مهم جدا والخبر نقراه ونشوف تفاصيله. أهو الأعلى للإعلام، إحالة شكوى اللجنة الأولمبية بشأن قناة الزمالك إلى المستشار القانوني للبت فيها. وده بيخليني أسأل محمد مهدي، هل من المفترض لجنة ضبط الأداء الإعلامي برئاسة الدكتور أسامة أبو زيد صديقنا المحترم رئيس تحرير أخبار الرياضة ورئيس نادي الشمس هي المنوطة بمثل هكذا أمور، أم تحويل الشكوى للشؤون القانونية يعني أن ربما يكون هناك كلام بغلق القناة ما دام حول ملفها إلى الشؤون القانونية مباشرة يا أستاذ محمد؟ رئيس أهلا بيك أولا وأهلا بكل متابعينك الكرام. طبعا بالفعل زي ما حضرتك ذكرت يعني تم تحويل يعني ملف قناة الزمالك إلى الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للإعلام. الموضوع بس ليه جزئين، الأول طبعا الموضوع ما كانش بيروح الشؤون القانونية لأنه كان مختص يعني بتجاوزات رئيس نادي الزمالك وما يقوم به يعني من إساءات إلى كل الناس في الوسط الرياضة، فبالتالي كان القرار هو منعه من المداخلات في القناة، فما كانش الأمور تستدعي الشؤون القانونية لأن السيديهات واضحة لكل الناس وكل الناس بتسمع اللي اتقال. ولكن يعني حاليا منذ صدور قرارات من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات وعزله من منصبه، الأمر تطور لم يصبح رئيس نادي الزمالك فقط، ولكن هناك وخصوصا يعني في برنامج زملكاوي تحريض واضح لجمهور نادي الزمالك يعني بافتعال أي سواء تجمعات أو أي دعم لرئيس نادي الزمالك لإثناء اللجنة الأولمبية المصرية أو وزارة الشباب والرياضة عن تنفيذ قرارات
منع رئيس نادي الزمالك، فبالتالي الامر تحول الى انه مش رئيس نادي الزمالك بس، الامر تحول الى برنامج كامل اللي هو برنامج زملكاوي، تحريض للجماهير، حشد للجماهير، حشد للجماهير العموميه، فبالتالي الامر مختلف بقى في كذا طرف، رئيس الزمالك طرف من تجاوزات. يعني انت عايز تفهمني يا محمد ان هذا التحرك بناء على ما وصل المجلس من ملف اللجنة الأولمبية وليس الشكوى اللي هو أشارت لي اللجنة الأولمبية إن صورة من التحقيقات تذهب إلى النيابة وصورة أخرى إلى المجلس الأعلى للإعلام؟ بالضبط يا رئيس، هي الشكوى اللي عرضتها اللجنة الأولمبية، وكمان قبلها كان في شكوتين من اتحاد الكرة وقرارات اللجنة الأولمبية، فبالتالي في أكثر من شكوى مع صدور بيان من وزارة الداخلية تحذر جمهور نادي الزمالك من أي تجمعات، فبالتالي ان الامر ما بقيش منع رئيس نادي الزمالك فقط، بقى في برنامج كامل يحرض الجماهير على اي تجمعات او اي شيء لمصلحه او لدعم رئيس نادي الزمالك، فبالتالي بقى في اكثر من طرف منها رئيس نادي الزمالك مقدمين برنامج زملكاوي سواء خالد غندور او احمد جمال ضيوف البرنامج اللي طول الوقت بيحرضوا الجماهير او بيهاجموا اللجنه الاولمبيه بعد القرارات اللي صدرت منها بايقاف رئيس نادي الزمالك، فبالتالي في اكثر من طرف، الموضوع تطور من التجاوزات الى تحريض الجمهور وحشد الجمهور في وقت صعب وحساس، يعني مما استدعى وزاره الداخليه انها تطلع بيان رسمي، فبالتالي كان يجب تحويل الامر برمته الملف كاملا الى الشؤون القانونيه في المجلس الاعلامي لدراسته دراسه وفيه لاصدار قرارات، ممكن القرارات تصدر يعني المتوقع صدورها يعني بمنع رئيس نادي الزمالك من المداخلات، بمنع مقدمين برنامج زملكاوي من لفتره معينه لمده شهر او اكثر من تقديم البرنامج، تحذير لبرنامج زملكاوي من مواصله هجومه على الرموز الرياضيه وتحريض الجماهير على سواء التجمعات او النزول الشارع لدعم رئيس نادي الزمالك، دي كلها امور طبعا لازم الشؤون القانونيه هي اللي تدرسها بحيث ان هي تطلع قرار واضح وصريح، بعكس الاول كان الموضوع بيتحول للمجلس الاعلى وكان المجلس الاعلى هو اللي بيطلع قرار سواء بمنع رئيس نادي الزمالك من عدمه يعني.